فندم الفنجار حصل الساعه 9:30 بس، ولا كان في مطاف ولا كان في حاجه، جم متاخرين خالص. جم بعد ايه؟ بعد ما الدنيا كلها زي ما انت شايف قدامك اللي حصل، واحنا بينا نطلع الناس من جوه، انا والراجل ده بينا نطلعها، وكان في هنا راجل بتاع ونش هو اللي جابه، وقعدنا نفتح الشبابيك وقعدنا نطلع احنا فوق، النار موجوده والحكومه واقفه عماله تتفرج ولا اي حد دخل. نتيجه الانفجار يعني سبب الانفجار يعني سبب الانفجار محدش يعرف. احنا بنبص كده المصنع كله بيولع، انفجار، الارض نفسها اتحركت، احنا الناس اللي ماشيه في الشارع وقعت على الارض، مال اللي جوه عمل ايه؟ الناس طالعه فحم، الناس طالعه كلها هيك العظم، حتى الجثث ما تعرفش تطلعها من بعضيها. طلعت اكتر من 20، ده اللي احنا اللي طلعناه، غير اللي برضه فيه كان ناس تانية كانت بتطلع، كل واحد كان بيطلع من ناحيه، كل واحد من ناحيه. مصنع اكتر من 500 عامل فيه، من 3 مصانع بمصنع واحد. مصنع مدنيه وصل حركه الساعه 11 12 11 ونص الساعه 2. الونش ده جه اخر حاجه، جه الساعه 2 كان فيه الونش هنا بتاع الحاج عادل، هو اللي احنا ونش الاطفاء اللي جه الساعه 2.